وصل إلى حد التهديد الأمني للبلاد. تحدثنا عن من يقدمون إلى العراق بفيزا سياحية أو غيرها، لكن بيان الداخلية اليوم تحدث عن العصابة المكونة من 5 أشخاص الذين ألقي القبض عليهم. هم أجانب لا يحملون أي مستمسكات رسمية ودخلوا بطريقة التهريب. إذا كان المنتمي لعصابة يدخل بهذه السهولة ويهرب إلى داخل العراق، كيف الحال بمن ينتمي لمنظمة إرهابية؟ ألا تعتقد أن هذا الموضوع قد يدق ناقوس خطر أمني؟ بالتأكيد عندما يكون هذا التصريح من جهة رسمية أنه تم دخولهم عن طريق التهريب، فمعناه هنالك مشكلة كبيرة في المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ البرية. اليوم أنه يجب أن يكون هنالك رقابة كبيرة على هذه المنافذ الحدودية، لأنه عندما يتم تهريب شخص بمعنى أنه بالإمكان تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتهريب أمور أخرى. هذه الأمور حتى تكون أنه مسألة الإتجار بالبشر، أن هنالك بعض الأشخاص ممكن أن يدخلون العراق وهم لم يؤشر دخولهم رسميا، بالتالي أنهم ممكن متاجرة بأعضائهم البشرية أو أنه انتمائهم لعصابات منظمة وارتكاب الجريمة المنظمة في تجارة المخدرات أو في التسليب والسرقة كما حصل في هذه العصابة المكونة من 5 أشخاص آسيويا، وسبقتها عدة حالات في عدة محافظات في نفس الموضوع. فبالتالي لأنه اليوم العمالة الأجنبية هي تهدد الجوانب الأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية. اليوم احنا نتكلم عن مواضيع مهمة كمنظمة مجتمع مدني، انه الموضوع الاجتماعي. اليوم انه نجد الكثير من ميسوري الحال في بغداد وباقي المحافظات بدأوا اللجوء الى ان يكون هنالك مربيات منازل من الجنسيات الافريقية والاسيوية، وهؤلاء يختلفنا بالثقافة والتعليم وبالديانة وبكل شيء، وبالتالي انه ادخال هؤلاء النسوة في البيوت والاعتماد عليهن في تربية الأطفال ستسبب مشاكل سلبية في المستقبل. اليوم أنه الطفل يجب أن يتربى على التقاليد والعادات المجتمعية في داخل العراق، ولكن عندما يكون هنالك تضارب ما بين الثقافة والعادات العراقية وما بين الثقافات الأجنبية الغريبة والدخيلة على مجتمعنا، ستولد جيل من المستقبلي من هؤلاء الأولاد يتحملون أعباء نفسية، وهي مشكلة حقيقة يجب الالتفات إليها، وأن تكون حتى حدود المكاتب ومراكز توظيف الأيدي العاملة لتشغيلها في المنازل وفي البيوت تكون من العراقيين أو على أقصى الحد تكون من الجنسيات العربية حصرا، حتى نستطيع المحافظة على الهوية الإسلامية والاجتماعية للبلد. رئيس تحالف خبرة للحوكمة الديمقراطية أستاذ حازم الرديني، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.